مظهر بيك شو مساوي اخي لحتى ابو طاحون وابو عجوقه يضربوا لاخي؟ هو الحق عليه، الخناقه بيناته وبين ابو كامل، هو يتدخل ليش؟ هلا صار الحق على اخي مظهر بيك؟ خلاص لا تاكل هم، بنجمعهم مع بعض وبيبوسوا شوارب بعض وبيحل الموضوع كلياته. شلون هيك مظهر بيك؟ شلون؟ سيك شو هذا مظهر بيك؟ هدول لاخوك مصاري؟ الله يخلينا اياك، ما بدنا مصاري مظهر بيك. امسكن شيلو، هدول بتوصلهم لاخوه، وانا عم اقول لك بنجمعهم مع بعض وبيبوسوا شوارب بعض وبنخلص من القصه. حاضر حاضر مصريك، حسبي الله ونعم الوكيل. على اذنك، السلام عليكم.